السيدة أم أحمد من البحيرة. ايوه، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله، تفضلي. والله انا يعني جوزي مسافر وبس معانا هنا في مصر، بس مش بيجي الا كل سنة، سنة ونص. يعني هو فكل سايب ما البيت. ايوه طيب انتوا لسه فكل متجوزين مش منفصلين طبعا لا، اكيد. ده انا معايا طفلين ووكلت تحسين متجوز. طيب فهو ما بيجيش البيت، يعني هو واخد مكان. طب هو متجوز تاني؟ لا مش متجوز ولا حاجة، بس مشغول وعليه ديون. طب ما جايز هو اصلا بيعمل كده عشان بيهرب من الديانة. فهو بقى كل ما اتكلم معاه متعصب وزهقان ومش بيرد وبيحطني على المشغول. طيب يعني كمان عامل لك خاصية بيحطك على المشغول عشان ايه ما يردش عليك. لا ده ما يجوز شرعا، لان هذه المدة مدة طويلة ولا يصح. ده حتى سيدنا عمر لما كان في الغزو مش كان بقى في مسألة المشاكل المالية ولا ما إيه؟ ما ياخدك معاه إذا كانت المسألة كده. طب ما ياخدك معاه. لا ده هذا لا يجوز شرعا، واللي هو بيعمله دوت يتقي الله سبحانه وتعالى فيكم. ازاي اولاد وانت لسه بتقولي ان انت عندكم اولاد، فازاي هو يسيبك واولادك دول اذا كنتم متجوزين من 9 سنين؟ فاقصى حاجه ان اكبر ابن من ابنائك هيكون 8 سنين ولا حاجه، فازاي يسيب اولاد في عز الوقت اللي محتاجين فيه اب ومحتاجين دعم ومحتاجين ان هم ما يخافوش؟ ازاي يسيب اولاد يناموا بالليل وهم حاسين ان ما عندهم، وكانهم تيتموا وكانهم ما بقاش عندهم اب؟ هذا الكلام ما يصحش. يتقي الله في قلوب اولاده وقهر الولاد ده بيقهرهم والعياذ بالله. فلازم يتقي الله سبحانه وتعالى، اما ياخدكم او ان هو ما يغيبش عنكم اليوم الوقت ده كله. استاذه يمنى اتفضلي. الو، السلام عليكم. ازي حضرتك يا شيخ؟ بخير الحمد لله. لو سمحت يا شيخ، كنت عايز اسال حضرتك على استفسار. اتفضلي. هو انا كان في امر حاصل مع مرات زوجة عمي وبينها وبين زوجي، يعني وكده كان بينهم كلام وبتاع وكده في العيلة، وبتقول علينا كلام وحش لزوجي. فأنا عرفت منها إن هي بتقول علينا كده. يعني انت عرفت منها ان هي بتتكلم في السمعة، من زوجي. في زوج سمع ان زوجك ده، احنا مش عايزين نفصل، لكن يبدو ان هو في ان زوجك تعرض لها او حاجة كده، صح؟ لا، هي بتتكلم عننا وحش لزوجي. يعني بتتكلم عنك انت، عني وعن اهلي وعن زوجها واهلنا طيب وكده. ما هو ده والعياذ بالله، والعياذ بالله من اكبر الكبائر ده، الكلام في اعراض الناس والكلام والنم والكلام في اعراضهم ده من الكبائر، فتتقي الله سبحانه وتعالى. فين سؤالك بقى يا استاذ يمنى؟ وانا عرفتها ان انا عرفت، وانا قلت طيب لزوجي ان، وهي برضك ما زالت بتكلمه وبتقول له الكلام ده وحش علينا، فانا قلت له ان انا هقول لزوجها، هقول لعمي. لا ما تعمليش كده، انت بس قولي لي فين السؤال. انت عايز سؤالك هل تقولي لعمك ولا لا؟ لا، هو انا يعني انا قلت لوالدي ووالدتي هم اللي راحوا الله قالوا، يبارك في حضرتك، بس يعني زوجي انت وسعت حلف الدايره. عليا قولي لي، بالطلاق طب قولي لي فين سؤالك وانا اجاوبك على طول. فهو حلف عليا بالطلاق، بس انا مش انا اللي رحت قلت له، ابويا اللي راح قال له. بس طيب بعد كده عمي جه سالني، هو وابن عم عمي، جه فانا عم رحت جه سالك، انا قلت فالحمد له. لله انت على طول انت ما كدبتيش خبر، رحت قايله لعمك. بس بعد ما هم اللي قالوا له، مش انا اللي رحت قلت له على طول. بالظبط كده. وطيب فين سؤالك بقى؟ سؤالك بقى هل الطلاق ده يقع ولا ما يقعش؟ هو كده الطلاق وقع ولا لا؟ هو حالف عليكي وقال لك ايه بقى؟ قال لي تبقي طالق مني لو رحت قلت لعمك. طيب قلت له خلاص انا مش هقول له، بس ابويا عارف وهيقول له. خلاص ابويا فعلا اللي راح قال له، بس بعد كده عمي حب يعرف ايه اللي حصل بالظبط، فانا اتكلمت قصاد عمي بعد ما طيب هو عرف. طيب استاذه يمنى انا كده، انت كلامك ده فيه سؤالين مش سؤال واحد. السؤال الاولاني ايه بقى حكم الطلاق ده؟ خلي زوج حضرتك يتصل بينا. ليه زوج حضرتك يتصل بينا؟ عشان اتحقق منه هو قال ايه بالظبط، وهو كان بيقول ايه، وكان قصده ايه، وده كله لازم نعرفه من الزوج. اما يتصل بيا او يجي على دار الافتة واحنا هنفتيه وما تخافيش. لكن الحكم الثاني اللي انت عملتيه ده، لا اللي انت عملتيه ده حرام، لان الاساس ان انت كمان ما سمعتهاش وهي بتقول، ده انت سمعتي وعرفتي فروحتي مواجهاها، فهي ممكن تكون اتحمقت فقالت لك انا قلت. فليه الشوشره دي كلها يا جماعه؟ استروا نفسكم، ويا جماعه ما تتكلموش اذا حد اغتابكم او نم عليكم. مش معقوله تروحوا تكلموا الناس كلها فيبقى فتفتحوا ابواب للشيطان وتفتحوا ابواب من النفس الاماره بالسوء، ويقولوا ما الناس عندهم برضو امثله في بعض الاحيان بيستخدموها غلط، زي مثل ايه، ما فيش دخان من غير نار. طب وليه نعمل كده؟ وليه نعمل كده؟ وليه نروح ونخرب؟ يعني هي عشان هي حاولت ان هي تخرب بيتك، انت تروحي كمان تخربي بيتها؟ هل ده على صح؟ ما يصحش ده نوع من انواع الانتقام الحرام.
انت واحده قالت عليكي تدفعي عن نفسك ده، مش تروحي تخربي لها بيتها كمان، ده ما يجوز شرعا. يبقى احنا قلنا لك الفتوى بتاعت الطلاق خلي جوزك يتصل بينا، اما اللي انت عملتيه ده لا يجوز.